غسل يوم الجمعة، أختنا الحمد لله تنزل للصلاة وتبكر ما شاء الله، هناك من الرجال من يذهبون قبيل الإقامة متأخرين. أو بعد الإقامة كمان، إقامة الجمعة، نسأل الله العفو والعافية، وتمكث في المسجد حتى الصلاة وتصلي الضحى وهي في المسجد. هل تواصل صلاة الضحى أم أفضل بعد ما تصلي ركعتين تجلس في المسجد وتقرأ القرآن من كتاب الله عز وجل؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي الشق الأول الغسل، غسل الغسل. المرأة في نعم يوم الجمعة. نعم إذا احنا قلنا إن الغسل في للرجال الجمهور على أنه اليوم الجمعة واجب، نعم معذرة، الجمهور على أنه مستحب، الجمهور على أنه مستحب، وقال بعض أهل العلم بالوجوب. طب المرأة إذا نزلت لصلاة الجمعة، العلة واحدة، يبقى عليها أن تغتسل استحبابا، لأن العلة هي أن يكون الإنسان نظيفا طيب الرائحة. فكذلك المرأة إذا نزلت لصلاة الجمعة فعليها أن تغتسل أيضا استحبابا على ما عليه الجمهور. إذا ما ذهبت مبكرا وذلك أفضل وهي السنة، فعليها أن تصلي ما شاء الله لها أن تصلي، ثم تجلس بعد ذلك تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يأتي الخطيب إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خير.